اول شيء نبغي نشكر اليوم فانتكات على الاستضافه. ياسر كزوز طفل مغربي بالضبط من مدينه الدار البيضاء، اكتور ونقدروا نقولوا اكتور مغني ارتست. اغنيتي اوسو جيبوها اللي كانت فيتورينغ مع ريم بقالي. ريم بقالي اللي هي توب موديل بلجيم 2022. هذه الفكره كانت حيت انا وريم سفراء ديال منصه إلهام بلاتفورم اللي كاينه في قطر. كنا درنا واحد الاغنيه على قطر، على الفيفا وورلد كاب، على الفيفا وورلد كاب، وكنا غنينا انا وياها. من تماك جاتني الفكره باش نغنيو على المغرب، على البارتيسيپاسيون ديال المغرب في لاكوب دو موند. من تماك جاتني الفكره، قررنا باش اولا بقينا كنقلبوا على الكلمات. عاوننا في الكلمات استاذ يوسف بوحجار اللي كان في بلجيكا في بروكسل، هو اللي عاوننا في الكلمات والكومبوزيسيون. كامل ساوند استاذ كامل الراجي. وكنت كانت عندنا واحد السيمانه ديال العطله، شي كانت عندنا سيمانه ديال العطله تكتبنا الكلمات وسالينا. كانت عندنا سيمانه ديال العطله، عطينا اون بروبوزيسيون لبابا تريم مع مردوان. قلنا ليه باش جيو عندنا المغرب باش نصوروا الكليب، حيت ما جاش نديروا كليب غير ايماج، خصنا نديروا اون فيديو كليب باش نديروا هاد الاغنيات. جاو عندنا المغرب، دوزنا سيمانه تقريبا، سيمانه كنا بدينا في الاول، بدينا اخر بلان في الكليب هو اللي كان اول بلان ديال تبوريضه، هذيك هو باش بدينا في الجديده ديال الكليب ديالنا. ومن تماك مشينا للكازا، حيت كان ديك الساعات كان الديربي ديال كازابلانكا ما بين الوداد والرجاء، دونك قررنا باش نبينو داك البلان ديال الوداد والرجاء. ومن بعد مشينا لمراكش. في هذا الكليب حاولنا نبينو من غير البارتيسيپاسيون ديال المنتخب الوطني المغربي، حاولنا نبينو حتى لا كولتور ماروكين. هاد لا كولتور حاولنا نبينوها في الكليب، حاولنا نبينو كما كنقولوا التراث المغربي، حتى في التوني لبس الزليج. بين التبوريضه بزاف ديال الحوايج، مشينا للبالي الباهيه في مراكش. المهم بينا لا كولتور ماروكين في هذا الكليب هذا، والحمد لله الكليب دابا قرب يضرب 100,000 مشاهده على يوتيوب، وانا فرحان. وانا الحمد لله كنا فال زوين انا وريم على هاد على المنتخب الوطني المغربي، حيت دابا شهر تقريبا قبل ما يبدا المونديال قلنا ان شاء الله اون فا باسي لي دومي افيك اشرف حكيمي، وحنا الحمد لله حنا دابا في لي دومي الحمد لله. وكنا قلنا حتى على الغارديان دو بيت بونو، ياسين بونو، اوكان بيوت غونسينو غاسو غارديان بونو، والحمد لله مدخل علينا حتى شي بيت من غير البيت ديال نايف اغرد. ماركينا حنايا، دونك دخل علينا غير بيت واحد. الحمد لله عندنا احسن ديفونس في هاد الكومبيتيسيون، صورناه قبل المونديال، صورناه في صورناه في نوفمبر. كنا صورنا في واحد البيريود ديال العطله ديال سيمانه ما عقلتش بالضبط. المهم كنا صورنا في ديك الفتره، كان جا تريم وشادي ومردوان وتطهجر المغرب، وتماك فين صورنا. وبالنسبه للاغنيه كنا حاولنا نذكروا غير اللعابه اللي كانوا غادي يكونوا 100% كاينين، بحال ياسين بونو يعني 100% كنا عارفين غادي يكون، مزراوي كنا عارفين غادي يكون، وحتى حكيمي والقجاع والركراكيتهم مساعده غير بعضياتنا. دونك احنا الصراحه ما بغينا هذا الفيديو كليب كتشجيع المنتخب الوطني المغربي، حيت عارف دابا اللعابه كتكون عليهم واحد الضغط. دونك حنا غير حنا من برا ونكونوا مخلوعين، عارف باش كتقول نتايا دوك اللعابه اللي برا في التيران و 40,000 واحد ولا اكثر كيبقى يغوت ومساندك وجاي من المغرب، وكاين اللي جاي من مدريد، كل واحد ومنين جاي باش يساندوا فرقتك. صراحه ما كانش عندنا حنا شي واحد اللي عاوننا، كنا اللي عاوننا هو الاسر كمال راجي، واللي عاوننا في الكومبوزيسيون، وكذلك اللي عاوننا بزاف هو الاستاذ رضوان باش يديبلاصا من بروكسل حتى المغرب وباش يصور ويرجع، وثاني عنده غير سيمانه وعاوتاني خصو يدير المونتاج على باش يقعد معاك، على باش انا سجلت في المغرب.
على باش كنترونسفيريو اليوم. المهم كان داكشي الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير، والحمد لله الاغنيه الحمد لله عجبت بزاف ديال الناس وشي اللي زوين، وبزاف ديال الفنانه بحال مثلا في مو كونط انستغرام ولا في الكونط ديال انستغرام ديال ريم، الفنان سعد المجرد عجبته الاغنيه والحمد لله دعمنا، عجباتو بزاف الاغنيه وبقى كيداعم فيا وعجباته يعني. دونك هادي اول ثاني تجربه ليا في في, في الغناء كانت شويه صعيبه. كنبغي نشكر اي واحد ساندي ياسر كزوز ولا ريم بقالي، شكرا لكم على التفاعل ديالكم مع الاغنيه يا وسوجيبوها. والحمد لله كنبغي نشكر وليد الركراكي، القجاع، اللعابه، تبارك الله عليكم، شرفتونا، هزوا رايه المغرب، هزيتوا رايه المغرب. الحمد لله كنا كنقولوا غير نفوتوا جروب دو ماتش، ولينا كنقولوا غير نفوتوا راوند 16، ولينا كنقولوا غير 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 غير، حنا دابا الحمد لله في الدومي. وشكرا لكم كاملين. كان معكم ياسر كزوز. كنبغي نشكر ريم بقالي، شادي، عمر دوان، تطهجر، كمال راجي، يوسف بوحجار، زكريا اللي دار لنا المونتاج، والاب ديالي والام ديالي تاهما. شكرا لكم بزاف حيت واقفين معايا دائما، وشكرا لكم كاملين. كنبغي نشكر اليوم 24 على الاستضافه. كان معكم ياسر كزوز، بيس.